الاسبان مش اغبياء عشان يروحوا للمغرب. المغرب قويه جدا، المغرب من اقوى ما يمكن، بالاضافه ان هم تعادلوا مع المغرب في مونديال روسيا اللي فات 2-2 وبصعوبه كبيره جدا. ثانيا، حتى لو اسبانيا تعمدت انها تقصي المانيا، فالمانيا عملتها في يوم من الايام كما تدين وتدان. في مونديال اسبانيا 82 المانيا تواطأت مع النمسا لاخراج منتخب الجزائر، لكن انت تخيل منتخب الجزائر كان فايز ماتشين، فايز على المانيا الغربيه وفايز على تشيلي، بس اللي كان بيكسب وقتها كان بياخد نقطتين وودع البطوله نتيجه لتواطؤ خيخون سموها خيخون. وبالمناسبه هذه المباراه 82 هذه المباراه خلت الاتحاد الدولي يلعب الاسبوع الثالث اللي هي الجوله الثالثه في نفس التوقيت، لان كان بيلعبوا قبليها. انما اشوف الحقيقه ان المانيا تستحق الخروج، فريق جه وعنده افكار بعيده عن الكوره، نعم، وضيع فرصته. سامنحك المساحه هيثم للحديث اكثر على هذه المواجهه، ولكن